هنيجي بقى لسامسونج، وانا بشوف ان سامسونج من خلال الفيديوهات ما نقدرش نحكم على اللعيب. لسه قايل كده والله، لسه قايل يا جماعه ممكن اعمل لك فيديو ابين لك ان ميسي لعب وحش. بس هرجع واقول لك حاجه مهمه قوي، اما اجيب لعيب عنده 27 سنه 28 سنه ويجيب لي فيديو 3 دقائق، فهو بدا كوره مثلا 20 سنه 18 سنه، فخلال ال 7 8 سنين هو طلع لي 3 دقائق. المقصود بدا كوره احترافيه. بدا كوره احترافيه 28 سنه، طلع 3 4 دقائق من 8 سنين. اما الفيديوهات كلها اللي احنا شفناها لسامسونج دي هي خلال سنتين اللي لعبهم مع الفرقه بتاعت 20 22 سنه، كاراكاس اسمها، فريق كاراكاس الفنزويلي. ولكن مستحيل احكم عليه، واي حد يقول لك انه حكم على لعيب من الفيديوهات فهو حكم لكن خاطئ. لكن هو بنيانه جاي مبشر، بنيانه جاي بنيان افريقي بالاضافه بقى في حاجات صغيره كده وتفاصيل صغيره سرعته كويسه المدربين يفهمها الساده المحللين المحترمين الكبار، التصرف في بعض المواقف. صحيح، انا النهارده بشوف موقف واثنين وثلاثه بلاقي التصرف فيهم مش بالقوه. النهارده اللعيب القوي اللي جسمه قوي رقم واحد عنده الاعتماد على ايه؟ على قوته والالتحام والتسديد. لا، النهارده الراجل ده بيديني بعض السيتويشنز اللي كانت ممكن تتعمل بقوه، لا بيديها بمهاره، فوانتو في تسديده ببطن رجله في المقص، فدي حاجات تديني مؤشر جيد، ولكن مش مؤشر يقول ان هو لعيب سوبر يعني. خلاص لسه قالوا يا جماعه لو الراجل ده لعب اول ماتش وجاب هاتريك ما تحكمش عليه، ما تحكمش انا عليه. سمعتها، برافو. لو جه يعني ما سجلش ادعمه برضه، ما تحكمش عليه برضو، ما تحكمش يعني ايا كان ندعمه. لكن احنا بناخد من الفيديوهات دي مؤشرات ان هو تصرفه جيد في بعض المواقف اللي كانت ممكن الناس تقول ان هو يستخدم فيها القوه المفرطه، ولكن هو استخدم فيها العقل. لا، واكيد فيريرا وامير شافوا له ماتشات كامله. طبعا طبعا، وده نادرا لما تلاقي لعيب عنده القوه البنيانيه الجسمانيه الجامده دي والبنيان القوي ويتصرف بالعقل. اغلب الناس اللي متربي عندهم في اوروبا، لعب في سلوفاكيا ولعب في فنزويلا، متربي. اغلب اللعيبه دي بتلعب بالقوه، يمكن هو ستايل جسمه مش ستايل جمالي يعني، هتلاقي ايده بتتحرك وبي بيفنش ايده بتتحرك وبيلعب بدماغه، لكن هو في النهايه بيشغل مخه كويس. لو انت محدش يجرك لفكره بس ده لاعب عشوائي. ايوه، بص بيجري ازاي، صح، هتلاقي ومايوكا والكوره بتلف حواليه، هتلاقي كل ده، هتلاقي كل ده. ولكن في النهايه دعونا نتفائل مع الدخول في الماتشات ومع احراز الاهداف ومع ان الدنيا تمشي، تلاقي كل ده اختفى. انت قلت كلمه لخصت كل ده، اللعيب اللي 60% لو اتمرن مع فريرا هيبقى 100%، هيجيب 80 90% و100% كمان. بس انا شايف ان تقريبا ده اغلب السكواد بتاع نادي الزمالك اللي احنا تطرقنا له بشكل كويس قوي، ويمكن انا بقول اهو تاني وتالت ورابع ان شاء الله لو الستارت بتاعنا كان كويس في الدوري باذن الله هنمشي في افريقيا بشكل جيد جدا جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ومن مكاننا ده ومن قبل ما الدوري يبدا ان شاء الله نادي الزمالك بطل الدوري للمره الثالثه باذن الله على التوالي، من ان شاء الله اللي احنا شايفينه، وان احنا ماشيين بخطى ثابته جدا 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 في الماركاتو. وعايز اقول حاجه مهمه قوي 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 لاول مره بتحصل، وهي ان انت ما بتتنافسش مع اي نادي على لعيب. صح صح ولا غلط؟ صح. النهارده انا طالب لعيب، والله النادي الفلاني قال انا عايز فيه كذا، هل انا شايف البادجت ده هيجيب اللعيب ده وامكانياته هتفيدني؟ اوكي، هيزايد عليا بقول له شكرا سلام عليكم ودور في حته ثانيه. ودي نقطه مهمه قوي، ودي لازم احيي عليها الانديه كلها في مصر. انا مش بدور على صفقه جماهيريه لو انا خطفت لاعب من فلان، لا انا عايز فلان. ياما صفقات كانت جماهيريه وكان ليها اسمها وكبيره ومحققتش حاجه، وصفقات كانت مختفيه تماما. وهفكرك بحاجه مهمه جدا جدا، عشان كنت معاك ولا لا، لما في المؤتمر الصحفي بتاع عرض اللعيبه اللي جت في سنه 2017 18 كان في لعيب اسمه محمود حمدي، تمام؟ سياده المستشار مرتضى منصور كان واقف في المؤتمر، فاللعيب بيقول اسامي اللعيبه، فساله انت اسمك ايه؟ تخيل محمود حمدي اللي هو الونش، النهارده الونش هو احسن مدافع في مصر وفي افريقيا. فالقصه كلها مش ان انا بجيب اسم لعيب كبير قوي، ولكن انا بجيب امكانيات فنيه تشتغل معايا زي، بالاضافه لعيب تاني برضو خد معانا الدوري وخد هداف الدوري باسم مرسي، كان جاي لي من انتاج الحياه، محدش عارف مين باسم مرسي ده. لا، باسم مرسي كان جاي بديل لخالد قمر. ايوه، بديل لخالد قمر، صح، برافو عليك، كويس قوي. خالد قمر لعب اول 10 ماتشات، وخالد قمر كان جاي صفقه كويس قوي. انك قلت خالد قمر، هو خالد قمر ارقامه مع اتحاد الشرطه كانت خزعبليه وهلاميه، كله قال لك ده فرو، وكان غير موفق مع نادي الزمالك في القصه كلها، لعب ماتشات كتير ما جابش هدف، نزل باسم سجل. أيوة، اتفق المدرب بيه نزله كل ماتش يسجل، صح، فكمل. طب ليه نبعد بعيد؟ حسام باولو. ايوه صح، حسام باولو كان هداف الدوري ومكسر الدنيا، جه الزمالك كيرفو مش مظبوط، صح. فانا بقول لك هي القصه ان اللعيب يحصل له ادابتيشن مع طريقه اللعب ويدخل في هويه نادي الزمالك. لو مشيت معاه بشكل كويس قوي سامسونج في الثلاث اربع ماتشات الاولانيين ان شاء الله الدنيا هتمشي بشكل كويس قوي. ودايما بقولها انا مش قلقان طول ما موجود ان شاء الله فيريرا مع نادي الزمالك.